الآن ننتقل إلى قراءة البيان الختامي للمؤتمر مع الشيخ مرتضى بوسو مندوب الحضرة المريدية، وليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن والاه. البيان الختامي للمؤتمر 36 للسيرة النبوية المشرفة، تحت رعاية كريمة من فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حفظه الله، وبدعوة كريمة من التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا وغرب إفريقيا، بالتعاون والشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، انعقد بمدينة نواكشوط أيام 7 و8 ربيع الأول 1445 23-24 سبتمبر 2013 ميلادي، المؤتمر الدولي للسيرة النبوية في نسخته 36. وقد دارت أعمال المؤتمر تحت عنوان دور العلماء والمشايخ في إصلاح ذات البين وتعزيز الروابط الإسلامية بين الشعوب والأمم إفريقية نموذجا، وذلك بمشاركة نخبة من العلماء والقيادات الدينية والأكاديميين القادمين من 55 دولة تتوزع بين إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين. وقد تميز المؤتمر بكلمة افتتاحية ألقاها فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بن الشيخ الغزواني، رحب فيها بالضيوف وذكر بأن أهل هذه الأرض موريتانيا جبلوا على صادق محبة المصطفى عليه الصلاة والسلام، والتثبت بسنته والعناية بها تبليغا ودرسا وتدريسا، كما جبلوا على الاحتفاء بسيرته العطرة التي هي تعبير حي عن حقيقة ومقاصد رسالته السمحة في سمو معانيها ونقاء قيمها الخالدة. ودعا فخامته العلماء والمشايخ وقادة الرأي إلى أداء دور محوري في العمل على رأب الصدع والتقريب بين الأمم والشعوب، ونشر قيم التآخي والتعاضد، وتبني إدارة مشتركة في التعايش قوامها الإنصاف والتسامح والاعتدال وتقبل الاختلاف والتعاون في تآخي وتعاضد. وقال إن ما هو باد للعيان في قارتنا وفي العالم إجمالا من عنف وتطرف وإرهاب ومن اضطرابات اجتماعية ونزاعات مسلحة تنشر الخراب في الأرض وتهدد استمرارية الدول والمجتمعات، إنما يعود في جزء معتبر منه إلى غياب هذه القيم في المسلكيات الاجتماعية وفي علاقات الدول والشعوب بعضها ببعض. وقد تحدث في حفل الافتتاح ضيف الشرف صاحب الفضيلة والمعالي الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي ورئيس هيئة علماء المسلمين، فتحدث عن السيرة النبوية العطرة وما تجلى فيها من الاتساق بين قيمها التربوية في نشأتها الأولى وقيمها التشريعية بعد نزول الوحي، وما جمعت من قيم الاعتدال في القول والعمل، ولا سيما السماحة والعفو واللين والقصد والحكمة وتأليف القلوب والرأفة بها إلى غير ذلك من معاقد السعادة في الدنيا والآخرة. وقال سماحته إن بعض المحسوبين على الإسلام ما ضلوا عن شيء مثل ما ضلوا عن هديه الكريم صلى الله عليه وسلم، فكان الجهل وكان الصلف وكانت الأهواء والنحل والأباطيل وكانت قطع مدلهمة من الفتن والشبهات، فزاخ بذلك من زاخ
عن المحجة البيضاء فهلكوا وأهلكوا. وفي كلمته توجه صاحب الفضيلة الشيخ محمود الحافظ النحوي رئيس التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا بخالص الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذي جسد بحضوره ورعايته للمؤتمر ما هو معلوم عنه من الاهتمام بالدين وبالعلم والعلماء وما يحركه من دوافع المحبة للجناب النبوي الشريف والغيرة له، مسيدا بما قدم من خدمات للعباد والبلاد وبما هو متاح لموريتانيا تحت قيادته وبفضل ما تختزنه من مراكز القوة والتأثير الروحي من فرص للمساهمة في إطفاء نيران الحروب وإصلاح ذات البين. وذكر الشيخ محمد الحافظ النحوي بالمقاصد التي أطلق على أساسها هذا المؤتمر منذ 36 سنة بحمد الله، وخلاصتها غرس محبة النبي صلى الله عليه وسلم في القلوب لتثمر طاعة واتباعا ولتوجه مسار الإفراد والمجتمعات ومسار الأمة كلها في معالجة التحديات المعاصرة التي تواجهها. وقد تناول المؤتمر موضوعه من خلال محورين فرعيين خصصت جلستان لكل منهما، وهما الحلول الإسلامية للصراعات في ضوء الهدي النبوي موجهات وتجارب عامة، والصراعات في إفريقيا الأسباب والحلول في ضوء الهدي النبوي. واستعرض المشاركون من خلال المحورين الأساليب المتنوعة لتمثل الهدي النبوي والسيرة العطرة لسيد الأنبياء والمرسلين وما يستفاد منها من الدروس والعبر وتمثلها في واقع الأمة أفرادها وجماعتها ومؤسساتها والنماذج والتجارب المتعددة والحلول الواقعية المعينة على جمع الكلمة ووحدة الصف وحل الصراعات وفض النزاعات. وأبدى المشاركون قلقهم من توسع حملات الإساءة إلى الإسلام وتصاعد موجات الغلو والعنف داعين إلى التعاون والتعادل بين العلماء والعقلاء والمصلحين في محاربة التعصب ومكافحة خطابات الكراهية والتفرقة. وعبر المشاركون في المؤتمر عن تعزيتهم لأسر الشهداء وتعاطفهم مع المنكوبين وتضامنهم الكامل مع الأشقاء في المملكة المغربية ودولة ليبيا في هذا الظرف العصيب الذي تعيشانه إثر الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب والفيضانات التي غمرت بعض مناطق ليبيا، داعين الأمة بكل قواها للوقوف مع هؤلاء الأشقاء ومنادين بتحويل المحنة إلى منحة بمزيد من التعاون والتكاتف ورص الصف ووحدة الكلمة وإعادة البناء والإعمار. هذا وقد صادق المشاركون في المؤتمر على اعتماد كلمة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد بن الشيخ الغسواني كلمة مرجعية للمؤتمر، وأشادوا برعاية فخامته للمؤتمر وبما تؤديه موريتانيا بقيادته عن دور مشهود في نشر الإسلام والإشعاع بثقافته وقيمه السمحة. كما توجه المشاركون بالشكر الخالص لرابطة العالم الإسلامي ممثلة في أمينها العام صاحب السماحة والمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن محمد العيسى، مسيدين بكلمته التي شكلت وثيقة أساسية من وثائق المؤتمر، شاكرين للرابطة بقيادة سماحته عملها الدؤوب للربط بين أبناء الأمة وسعيها للإصلاح والتجديد في مناهج الدعوة وحسن البلاغ عن الله ورسوله، منوهين في هذا الصدد بالتعاون بين رابطة العالم الإسلامي وبين التجمع الثقافي الإسلامي في موريتانيا وغرب إفريقيا، داعين لتعزيز هذا التعاون، مقدرين للتجمع الثقافي الإسلامي السنة الحسنة التي سنها وحافظ عليها طيلة مسيرته الحافلة بخدمة الحنفية السمحة. وفي الختام صدرت عن المؤتمر وفي ضوء مناقشة موضوعه وثيقة خاصة تحمل عنوان إعلان نواشود لإصلاح ذات البين وفض النزاعات، هذا والله يقول الحق ويهدي السبيل، حرر في نواشود بتاريخ 9 من ربيع الأول 1445 هجرية 42 سبتمبر 2023. المشاركون في المؤتمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.